تميزها من بين أصقاع العالم، فيها الجمال والمقدس، فيها أزمنة تعاقبها التاريخ. إنها البلدة القديمة، قلب مدينة القدس وبوصلتها، عمق ديني وتاريخي يتعدى حدود المكان فوق رقعة جغرافية لا تتجاوز 0.9 كيلومتر مربع. تطل البلدة القديمة في القدس أو القدس القديمة محاطة بسورها الحالي العثماني بطول يزيد عن 3600 متر، سور ضخم جدد بناءه السلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر ليرسم حدودها ويضم بين جنباته مقدسات للديانات السماوية الثلاث وإرثا لحضارات تعاقبت آلاف السنين على هذه البلدة. هذه الأسوار بنيت في الفترة العثمانية عندما جاء سليمان القانون ب 1534 وتم بناء هذا السور، لكن البلدة القديمة التي يوجد بها بالفترة، خلينا نتكلم بالفترة البيزنطية أو الفترة الرومانية، وهذه الموجودة بالخارطة، كان المسجد الأقصى أو هي خارج الأسوار، لكن ضمت فيما بعد في فترات لاحقة. في عام 1532 عندما جاء العثمانيين وبنوا هذه الأسوار، جزء منها ما هو مبني فوق الرومان القديم ومنه ما هو حديث، بمعنى مرة في فترات. ممكن أن ترى التاريخ في هذه المنطقة خاصة من الجهة الشرقية، كيف ترى التاريخ من الفترة البيزنطية وما قبل البيزنطية حتى الفترة العثمانية المتأخرة. تدخل البلدة القديمة من أبوابها الشاهقة، أبواب تتجسد فيها عظمة التاريخ وروعة الفن المعماري. ومن أبرز تلك الأبواب باب الساهرة. باب المغاربة. باب الأصباط، ويسمى أيضا باب الأسود. غير أن أجملها وأهمها على الإطلاق يبقى باب العمود. هذه الأبواب لاكتشاف ما بالداخل من سحر ذلك المكان المقدس في رحلة عبر أزمنة عدة. الجميل في البلدة القديمة خاصة مدينة القدس أنه فيها عدد من الأبواب تتيح لجميع الفئات المجتمعية للقدوم من أي اتجاه. أجمل الأبواب هو باب العمود، لأنه هو المنفذ الرئيسي الشمالي للبلدة القديمة، والقادمين من الشمال هم كثر بالمقارنة مع الاتجاهات الأخرى، فأعطي وأولي اهتمام بالجمالية أيضا بكثافة الأسواق المتواجدة من خلاله، مثل سوق خان الزيت وسوق الواد. هي 13 بابا بين مفتوح ومغلق، إما لأسباب قديمة أو بفعل الاحتلال الإسرائيلي الذي شوه بعضا من ملامحها. طابع هذه الأبواب تغير مع الحقب التاريخية، وخاصة بعد قدوم الاحتلال الإسرائيلي والتغيير التدريجي من ناحية هذه الأبواب. وآخر سنوات طرأت تغييرات كثيرة، من إضافات كاميرات، من إضافة حتى تغيرت بعض معالم هذه الأبواب من خلال الفتحات، من خلال إزالة بعض الحجارة ووضع حجارة صهيونية مثل باب المغاربة.
بباب العمود اليوم نرى تغيرات جذرية على هذا الباب من خلال إضافة الحواجز العسكرية، من إضافة المنصات العسكرية، الأبراج المراقبة. القدس القديمة تاريخ وحضارة واجهت وتواجه التهويد منذ احتلال إسرائيل القدس الشرقية بما فيها البلدة القديمة عام 67 و900 وألف، ولم يترقب المحتل كثيراً لتنفيذ مخططاته لتهويد المكان، فعلى الفور شرع في التطبيق. هذه الصور هي شواهد يحفظها التاريخ لحي كان في الماضي يدعى حي المغاربة، سواه المحتل أرضاً وأقام على أنقاضه حياً لليهود. بالنسبة للجانب الإسرائيلي كما معروف يعتبر البلدة القديمة هي الجوهر وهي القلب والرأس للشعب اليهودي، يعتبر البلدة القديمة الذي يسيطر على البلدة القديمة سيطر على العالم، لأنه فيها الأماكن المقدسة للديانات الثلاث، بمعنى أن هنا يحج المسيحيين وهنا المسلمين يعتبرون أولى القبلتين والثالث الحرمين الشريفين، وأيضا يعتبر اليهود هو جزء من الهيكل أو المبكى أو حائط البراق. على هذا الأساس اتبع الجانب الإسرائيلي بعد 67 مباشرة في 10/6/1967 سياسة هدم حارة المغاربة بالكامل، وتم إزالتها وتقريبا مساحتها بحدود 30 دنما، ونحن الآن نتكلم عن 30 دنم في داخل البلدة القديمة شيء كبير جدا، وتم إزالتها بالكامل لحارة المغاربة وجزء من حارة الشرف. الحي اليهودي هو واحد من بين 4 أحياء بالبلدة القديمة، وهي حي الأرمن وحي النصارى الذي توجد به كنيسة القيامة والحي الإسلامي، وهو أكثر الأحياء كثافة سكانية، ولم يسلم بدوره من محاولات التهويد، بل أن التوغل والتغول الإسرائيلي هنا يبرز في أبشع تجلياته. تتفنن قوات الاحتلال في إيجاد قوى طاردة للفلسطينيين وأخرى جاذبة لليهود، سواء عبر مصادرة أراض أو تهجير السكان أو إقامة بؤر استيطانية داخل البلدة وحولها، في محاولة مفضوحة لتغيير الواقع الديمغرافي وتهويد التركيبة السكانية. هناك سياسة احتلالية إحلالية في القدس منذ أن احتلت هذه المدينة، سياسة عدم منح التراخيص للمباني وسياسة المصادرة والهدم، وكل السياسات الاحتلالية هدفها وأساسها هو إفراغ المدينة. تم في تلك الفترة مصادرة 116 دنم للمصلحة العامة، وهي كل الأحياء الفلسطينية الموجودة بدءا من حائط البراق حتى منطقة باب الخليل، وتم وضع اليد عليها، وتم طرد كل السكان في عام 1975، تم طرد آخر عائلة وهي عائلة برقان. شهدنا في المناطق العربية الفلسطينية وفي الأحياء العربية الفلسطينية وجود البؤر الاستيطانية بهدف التأثير على الديموغرافيا والتأثير على الوجود الفلسطيني العربي. عملية تفريغ البلدة القديمة، نحن الآن نتكلم عن حوالي 34 ألف فلسطيني مقابل حوالي 3500 إسرائيلي. حقيقة السياسة الإسرائيلية كانت تندرج ضمن مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، الهدف الأول هي عملية التطهير العرقي، ثم عملية الدخول إلى داخل الأحياء الفلسطينية بعد التطويق، عملية الاختراق، ثم عملية التشتيت بمعنى محاولة السيطرة على كل البلدة القديمة. حتى هذه اللحظة نجح الإسرائيلي بالحصول على 40 عمارة في داخل البلدة القديمة، سواء كان في الحي الإسلامي أو الحي المسيحي أو الحي الأرمني. يوميات المقدسيين هنا فوق هذه المساحة الضئيلة هي صراع من أجل البقاء، يرابطون رغم التضييق والتنكيل للتصدي لمخططات الاستيلاء على المدينة. الاحتلال عماله بدايق عليها في كل الوسائل تبعتها، من بيوتها ومن محلاتها ومن الناس والزوار اللي بيجوا عليها، من مخالفات سيارات ومن هدم بيوت إلها.
أنا مصمم أني أتواجد في البلدة القديمة كونه أنه في هجمة إسرائيلية على البلدة القديمة من الاحتلال الإسرائيلي بقودها لعملية أبارتهايد ضد المقدسيين، ضد الفلسطينيين، ضد العرب والمسلمين القائمين والعايشين في البلدة القديمة لتهجيرهم. دخلت الدور لحالها، ضربة النسوان، ضربة إشي بنتساش، يعني إشي أليم صعب، ما توقعت شيء كثير، وبحاول أنسى، بحاول أني أريح مخي من هاي الشغلة، مش رايح عن بالي ولا عن بالي في الدور. يعني ابني بعد الحدث بأسبوعين ثلاثة انحبس. ولكن كل هذه السياسات هي باءت بالفشل أمام الصمود الأسطوري للمقدسيين في كل مجالاتهم. فكلما كان هناك سياسة احتلالية للسيطرة والهيمنة على المفاصل المقدسية، كان في المقابل هناك صمود من المقدسيين وتجذر في الأرض على كل الأصعدة. عندما نتحدث عن قطاع الإسكان أو نتحدث عن سحب الهويات للمقدسيين، كان هناك رجوع إلى القدس والسكن فيها. عودت رجعت، هلأ استأجرت قدام الجدار والحمد لله ماشي الأمور بالصلاة على النبي، يعني بطلع الروح. الأجار غالي وكل شيء غالي، لكن بدنا نضل هنا، يعني شو بدنا نسوي؟ أضيع هويتي وأضيع القدس؟ لا. البلدة القديمة تتميز بعراقة الإسلام. إذا بدنا ننظر للإسلام نفسه كدين كشعائر بقيمها المسلم، البلدة القديمة كونها إنها منفذ للمسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة. التهويد لا يتوقف عند الجغرافيا أو الديمغرافيا، بل يتعده إلى المسجد المقدس باستهداف أهم المعالم بالبلدة داخل الحي الإسلامي، وهو المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين. المسجد الأقصى بكامل مساحته هو حق خالص للمسلمين وحدهم، وهذا حق ورثناه من وقت الرسول، إن أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا وقت ما بنى عمر بن الخطاب المسجد الأقصى، وأيضا لما بني البناء الموجود حالي هو البناء الأموي. المسجد الأقصى هو أصور المسجد الأقصى وما يحواه في الداخل، سواء من أسفل الأرض وعلى الأرض وحتى يصل إلى عنان السماء. مساحته 144 دنم ونيف، فكل مجرد ما تدخل أي باب من أبواب المسجد الأقصى أنت أصبحت الآن في داخل المسجد الأقصى المبارك. فلذلك زهرة القدس، زهرة فلسطين، هو المسجد الأقصى المبارك. منذ احتلال البلدة تعرض المسجد الأقصى إلى اعتداءات متكررة، ففي عام 69 و900 و1000 أقدم يهودي أسترالي على إحراقه، محدثاً أضراراً بليغة به بسبب منع قوات الاحتلال آنذاك سيارات الإطفاء من الوصول إليها. محاولات تخريبه وتدنيسه، حيث اقتحم رئيس الوزراء الأسبق أريال شارون المسجد محاطاً بجنوده عام 2000 لتندلع الانتفاضة الثانية ويسقط آلاف الشهداء فداءً للأقصى. يشدد المحتل الخناق على الأقصى وعلى المصلين، ويستبيح ساحاته في تعد صارخ على المقدسات والأعراف الدولية. خصوصا بعد إعلان ترامب أن القدس عاصمة للاحتلال، الاحتلال نهج نهجا آخرا في اتجاهه في داخل المسجد الأقصى والبلدة القديمة،
وأخذ يريد أن يبسط سيطرته ويقود سيطرة الأوقاف في داخل المسجد الأقصى. الاحتلال يضيق على الأوقاف، يضيق على المصلين، وفي الوقت نفسه يقوم بتنفيذ جولات للمتطرفين، جولات استفزازية لفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك. أما التضييقات التي قام بها الاحتلال على حراسنا الذين كانوا يفتحون الباب الرحمة ويقوم بإبعادهم، وقام بإبعادهم من 15 يوما إلى 4 شهور، فنحن نقول باب الرحمة جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك، وأطماع الاحتلال قوضها الانتصار بفتح باب الرحمة والصلاة في باب الرحمة. الإسرائيلي عندما لم يسيطر على ما فوق الأرض ذهب إلى ما تحت الأرض، لأنه نتنياهو يتكلم أن جذورنا هنا قبل 3000 عام، يتكلم عن قضية حساسة جدا في قضية البلدة القديمة. البلدة القديمة التي نراها الآن بالعين هي عربية إسلامية بكل مواصفاتها. اليوم الجانب الإسرائيلي ذهب إلى الجنوب إلى تحت الأرض وأقام مدينة تحت أرضية. في السر أو في العلن، فوق الأرض أو تحتها، تمضي قوات الاحتلال في تنفيذ استراتيجيتها للسيطرة على الحرم الشريف وتقويض بنائه لإقامة الهيكل المزعوم. غير أن مآذين الأقصى ستظل تسمع من به صمم أنه وقف للمسلمين. عديدة هي المعالم التي تجسد عروبة البلدة القديمة وهويتها الإسلامية من خلال فن العمارة الذي يبلغ ذروة جماله عند قبة الصخرة. عند التجوال في داخل أحياء البلدة القديمة نجد الطابع المعماري الإسلامي المميز من الفترة الأيوبية، المميز من الفترة المملوكية وهي كثيرة، وأيضا من الفترة العثمانية. أجمل فن معماري نراه من الفترة الأموية هو التحفة المعمارية التي خلفها لنا الأمويون، مسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي والمسجد الأقصى. رغم كل التضييقات، رغم كل الحصار اللي بتعمله سلطات الاحتلال، ما زالت القدس البلدة القديمة تتسم أو تتميز بخصائصها العربية الفلسطينية الكنعانية اليابوسية الأموية. ملامحها العربية الصارخة أقرت بها المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عندما أضافت القدس العتيقة إلى قائمة التراث العالمي، مستندة في ذلك إلى أماكن ومنشآت تاريخية وإسلامية، وذلك قبل أن تدرجها ضمن التراث المعرض للخطر. ومن المعالم التي تستهدفها الهجمات الشرسة للمحتل الأسواق التاريخية للبلدة عبر السعي إلى زعزعة أساساتها ومحاربة التجار في رزقهم. أسواق البلدة القديمة في القدس أسواق كثيرة، يمكن بتزيد عن 100-150 سوق منتشرة، وكل هذه كانت تعج بالحركة التجارية قبل الاحتلال الإسرائيلي. لما جاء الاحتلال الإسرائيلي قام بقضم بعض الأسواق وإنهاء بعضها. فترة الأخرانية معظم
المرابطين في محلاتهم وبيوتهم، معظم الناس اللي عمالها وضعها الاقتصادي برجع لورا، صار وضعها صعب جدا، فصرنا نخاف عليهم انهم يبيعوا محلاتهم. الواقع الاقتصادي لهذه الاسواق كان دائما مشهود له في الحركة التجارية بشكل عام، لأن القدس القديمة عبارة عن مول ضخم جدا، ما بعتقد في بالعالم كله مول ضخم مثل مول القدس القديمة. القدس تعتمد على زوارها من الفلسطينيين، من رام الله، من نابلس، من طول كرم، من ريحة، من إلى آخره، من كل مكان. لما جاءت الانتفاضة خفت، ولما عملت الاحتلال الإسرائيلي قام بعمل الجدار خف أكثر وأكثر، بطل يدخل الشباب، بطل يدخل فئات معينة من الأعمار، وبالتالي أثر ذلك على الأسواق. في عنا أسواق داخل البلدة القديمة مثل سوق الخواجات على سبيل المثال مغلقة، مغلقة رغم أنه كل اللي موجود في كتير سوق الحصر أغلق، في كتير أسواق بالقدس القديمة تجاريا لم تعد لها مفعولها. منذ قيام احتلال إسرائيل للمدينة فرضت الضرائب الباهظة، وهذه الضرائب صارت أكثر فأكثر على كاهل المواطن الفلسطيني المقيم والساكن، على ضرائب أرنون، ما يسمى الأرنونة. إذا أنا بدي أمسك الورقة والقلم أورجيك شو البيع والشراء تبع أصحابين المحلات عامة، التجار بتضحك علينا، التجار بتضحك علينا إحنا كتجار، فإحنا مش مخدين الشغلة تجاريا، إحنا مرابطين، احنا باب المحلات تبعتنا منسمي حالنا نواطير، نواطير نحرس محلاتنا وبيوتنا في البلدة القديمة في مدينة القدس. وليستكمل مخططات التهويد، غير المحتل من أسماء شوارع البلدة ومعالمها، وامتدت يده إلى التعليم لفرض مناهجه التربوية وطمس الهوية العربية الإسلامية. السياسة الإسرائيلية تحويل البلدة القديمة إلى متحف يزور فيها السياح، وتستطيع أن تدر أموال ضخمة على الجانب الإسرائيلي من أجل أن يروي روايته دون أن تكون هنالك رواية أخرى، بمعنى الرواية اليهودية الإسرائيلية بكل دمجها بمعنى السيطرة الدينية والتاريخية والسياسية على البلدة القديمة للوصول للهدف الاستراتيجي الواضح أن هذه القدس هي عاصمة لدولة واحدة. هناك محاولات عديدة للاحتلال لطمس الهوية العربية للتعليم في مدينة القدس، بدأت في عام 67 إلا أنها فشلت بفعل ردة فعل للأهالي وإدارة التربية والتعليم. في السنوات الأخيرة قاموا ب إزالة أجزاء من الكتب الفلسطينية، كل ما يتعلق بالهوية والانتماء والارتباط بالأرض. من جانبنا كإدارة للتعليم نعمل كل الجهد مع أولياء الأمور، مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مع إدارة الأوقاف الأردنية، من أجل تثبيت المنهاج التعليمي الفلسطيني في مدينة القدس، لأنه هذا حق مشروع. الجهود هي تكون بشقيها، بالشق الآني العاجل لتعزيز هذا الصمود بشكله الملح الطارئ العاجل من خلال وجود تدخلات قانونية ودعم لهذا الصمود بكل السبل المتاحة. أيضا هناك نظرة مستقبلية لتجسيد القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية من خلال التركيز على القطاعات الحيوية والأساسية في القدس، وبالخصوص قطاع الإسكان وقطاع السياحة، العصب الرافد للاقتصاد المقدسي الفلسطيني العربي، بالإضافة إلى قطاع الصحة. ويستمر صراع البقاء في هذه البلدة، صراع لا تتكافأ فيه القوى،